غفار الذنوب. لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وإطلالة متجددة من برنامجكم اليومي أخبار الحج. لبيك جئنا مذنبينا وأذان إبراهيم دا حجاج بيتك تائبينا. نرجو الوصال بلا انقطاع. الحادي عشر من شهر ذي الحجة لعام 1445 للهجرة، أول أيام التشريق. أهلا وسهلا وحياكم الله مشاهدين الكرام في إطلالة متجددة من إطلالات برنامجكم أخبار الحج، الذي يأتيكم بالتزامن مع حملة شبكة قنوات المجد التي تقدمها لتغطية مشاعر ومناسك الحج لعام 1445 هجرية، برنامج لبيك. لعلنا نبدأ ونستهل هذه الحلقة بالعناوين. لبيك جئنا. حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الخدمات الطبية تواصل خدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى. جولات طيران القوات الجوية من سماء المشاعر. مشاهدي الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد خصصت سيارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى، ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى. إذن مشاهدي الكرام، شاهدنا وإياكم هذه اللقطات التي فيها أدى حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، جمرة بمبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك تأسيا واتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقبل الله من الحجاج حجهم ويسر لهم حجهم وعادهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. إلى خبرنا التالي مشاهدي الكرام، حيث تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مشعر منى خلال أيام التشريق. وتشمل الخدمات المقدمة وجود فرق طبية في الميدان لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن في مشعر منى من خلال فرق إسعافية وكوادر طبية مختصة برعاية المصابين بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وغيرها من الحالات الإسعافية. ويأتي ذلك ضمن الخطة العامة للخدمات الطبية خلال موسم الحج وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. إذن حقيقة وزارة الداخلية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم بخدمات جليلة، ليس على مستوى تأمين الحجاج فقط، بل وحتى على مستوى رعايتهم وخدمتهم وتقديم أيضا الخدمات الطبية لهم. شكرا لرجال أمننا على ما يقدمون من خدمات جليلة تذكر فتشكر. إلى خبرنا القادم مشاهدي الكرام، حيث رصدت جولات الطيران للقوات الجوية
الملكية السعودية في جولاتها المستمرة في موسم الحج، وذلك ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة لدعم جهود وخطط جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث رصدت ما يعيشه الحجيج في المسجد الحرام من راحة واطمئنان، وهم يؤدون شعائرهم بسكينة، كما وثقت تدفق ضيوف الرحمن على مشعر منى لرمي الجمرات في أول أيام التشريق وأداء طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف، حيث تتولى القوات الجوية مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية في المشاعر المقدسة لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى تغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطيرة. إذن هذا من أحد الجهود التي تقوم فيها المملكة. اليوم وزارة الدفاع تقوم بهذا الجهد الكبير في تأمين الأجواء لأجل زوار بيت الله الحرام وحجاج بيت الله الحرام عن طريق الجو من خلال الطائرات الجوية والهيليكوبتر التي تقوم بتوفيرها وزارة الدفاع لأجل تأمين الحجاج والعمل على رعايتهم والعمل كذلك على تأمينهم بكافة النواحي وبكافة المعدات الأمنية الأحدث والأطور بكل تأكيد. من هذا الخبر مشاهدي الكرام إلى خبرنا التالي، حيث أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك بعشرين لغة عالمية والوصول إلى نحو 20 مليون، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد، وهو العدد الأكبر من نوعه تحققه الرئاسة في تاريخها. وأوضح وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام المشرف على أعمال مشروع ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك الشيخ بدر آل الشيخ أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب هو مشروع عالمي رائد وواحد من أهم مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي لإيصال رسالة الحرمين الوسطية ومضامين الخطب المنبرية المترجمة وهداياتها الإنسانية والأخلاقية من خلال مشروع الترجمة. إذن مشاهدي الكرام، تبارك الرحمن، يعني إحنا نتكلم عن 20 مليون مستمع فوري، يعني خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت في المسجد الحرام استمع لها ب20 لغة عالمية 20 مليون استماع فوري، كانوا يستمعون بشكل فوري، واستمع لها استمع لهم 6 ملايين استماع فوري، بينما عدد المستمعين حتى هذه اللحظة هو 20 مليون من مختلف دول العالم وب20 لغة عالمية استمعوا لخطبة عيد الأضحى المبارك. كما تحدثنا في السابق، اليوم المملكة لا تقود منظومة تقديم خدمات، لا، تقود منظومة تقديم جودة خدمات، جودة أفضل الخدمات، وليس فقط لأجل تقديم خدمة واحدة فقط. مشاهدي الكرام، كان هذا هو رصدنا لكم في أهم الأخبار على الساحة المحلية وأهم الأخبار التي رافقت الحجيج خلال 24 ساعة الماضية، من الأخبار إلى الترندات. لبيك يا ترندات. مشاهدي الكرام، نأخذكم في جولة حول ترندات اللي رصدت خلال 24 ساعة الماضية والتي لها علاقة أو ارتباط بالحج أو بأيام عيد الأضحى المبارك بشكل عام. صراحة المقطع الأول هو مقطع غير مستغرب ومقطع يعني كثيرا ما نراه، وهو تواضع الأمراء للعلماء، حيث قبل سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز رأس سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. هذا المقطع اللي لقى رواج وانتشار كبير في منصات التواصل الاجتماعي، خلونا نشوف المقطع. (تصفيق)
أجمل هذا المقطع. وكما ذكرت أن هذا ليس بمستغرب، يعني إحنا يعني نشاهد حقيقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما يقبل أيضا رؤوس العلماء ويتواضع لهم ويستمع، يعني هذا ما تعودناه حقيقة من ولاة أمورنا، حفظهم الله ورعاهم ورزقهم الله البطانة الصالحة وأيدهم ووفقهم ونصرهم وأيدهم بتأييده وتمكينه، لما يعني نقدر العلماء ونحترمهم. وهذا هو المنهج حقيقة الذي تربينا عليه. وكان طبعا في الظاهر في المقطع هو الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حقيقة يقوم بجهد كبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وألا يحرمهم الأجر يا رب العالمين. شهدي الكرام، كان هذا هو ترندنا الأول. ترندنا الثاني كان ترند جميل أيضا من ضمن هذه الترندات التي انتشرت خلال 24 ساعة الماضية. الدكتور خالد الزعاق كان له مقطع جميل يعني حث فيه على الاستمتاع بالأعياد بدون التعكير الصفو وبدون المشادات والأزمات، فخلونا نشوف هذا المقطع. لذلك استغلوا الأعياد بالفرحة والجمع والوناسة، ولا تكدرون على أحد بيوم العيد بالتشره بالتعيب، لا خلك أعمى عن مناظر الناس، لا تقعد تنتقد يعني كثيرا، أو أقول إنه شويين إن شاء الله مو بكثارين لما ندخل وراء لبسة سلة خاصة المجتمع النسوي. أرجوك الرجاء، ترى أحريمنا يجيب ما وراء إذانهن على أساس إنه تطلع قتل كشخه بيوم العيد، تعبانة مسكينة تروح بعد التراويح ولا تجي لما صلاة الفجر، ذاك لا تهدمين فرحته. هذا المقطع اللي انتشر لي الدكتور خالد الزعاق، يعني انتشار كبير، وهو من المقاطع التي سجلت في فترة يعني سابقة، إلا أنه انتشر مرة أخرى بعدم تعكير صفو الحياة. يعني اليوم نحتاج إلى أننا نستمتع بالأعياد، هذا العيد الذي يعني وهذه الأيام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، هذا الثاني يوم هو من ثاني أعظم الأيام عند الله جل وعلا، فلماذا نعكر صفوها بعدم الاستمتاع ويعني تقطيب الجميل؟ يعني الحياة تراها محملة بالكثير من الأزمات، لكن لعلنا نتجاوزها بالاستمتاع بمثل هذه الأعياد ومثل هذه الأيام. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر على ذلك، ومن استمتع وفرح بالعيد سيحصل على الأجر من الله جل وعلا اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في الفرح بهذه الأعياد وبما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. شهدي الكرام، من هذا الترند الثاني خلونا نشوف ترندنا الثالث في منصة أو انتشر في منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. خروف العيد تعرض لوعكة صحية، خلونا نشوف. وش فيك انت؟ لا تموت، لا تكفر، وش فيك؟ وش فيك؟ لا تموت، تكفى، اصبر لين بكره. اذا خروف العيد تعرض لوعكة صحية قبل العيد، ما ادري والله هل يجزئ ذبحه او لا، لكن كان هذا من ضمن المقاطع اللي انتشرت خلال 24 ساعة الماضية. يعني هو يقول انا شريته ب 2500 وفي اللحظات الأخيرة بدأ يكح وبدأ يعني فعلا تعرض لوعكة، لكن إن شاء الله أنه يجزئ، لا نعلم ولا نفتي بذلك، لكن لعل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا هو ترندنا الثالث. خلونا نشوف ترندنا الرابع اللي فيه من الجمال والكمال والراحة والطمأنينة الشيء الكثير، هطول الأمطار الغزيرة اليوم على المسجد الحرام في أول أيام التشريق بعد ما أدى الحجاج يعني طواف الإفاضة، خلونا نشوف. ما شاء الله تبارك الرحمن، وكأن هذه الأمطار هي يعني بشارة من الله جل وعلا بأن الله غسل عنهم ذنوبهم ويعني نقلهم إن شاء الله وبدل حالهم من حال إلى حال. نسأل الله جل وعلا أن يبدل أحوالنا وأحوالكم من حال إلى حال، وأن يجعلها من أفضل إلى أفضل يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، كانت هذه هي أبرز الترندات التي تم تداولها على نطاق واسع خلال 24 ساعة الماضية. لكن
زملاء في المشاعر المقدسة حقيقة عدوا لنا تقرير جميل ورائع. هناك فريق اسمه فريق سماف التطوعي، هو يتبع للأكاديمية السعودية للتطوع الصحي. هذا الفريق مكون من 300 متطوع ومتطوعة يقومون على جهد عظيم، وهو نموذج حقيقة من نماذج التطوع التي تقودها المملكة تحديدا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نشاهد وإياكم هذا التقرير. في أول أيام التشريق بدأ الحجاج يتوافدون إلى منى لرمي الجمرات الثلاث، وبينما هم كذلك كان هنالك جنود بواسل على أهبة الاستعداد لخدمة الحجاج. إنهم أبطال فريق إسماف الصحي، يعملون كخلية نحل، فكل متطوع يعرف دوره، وسرعان ما يباشر الحالة عند وصولها ويبدأ بالإجراءات اللازمة لضمان سلامتها. سألنا الدكتور حسان المشرف على هذا الفريق ليعرفنا عن هذا الفريق وأبرز خدماته التي يقدمها للحجاج. أكاديمية إسماف طبعا بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة تهتم بالإصابات الصغيرة والمتوسطة من الإجهاد الحراري والقدم السكرية والحروق والإجهاد الحراري. السابع على التوالي الحمد لله فريق إسماف يقدم الكوادر الصحية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة. أما الدكتور ركان فهو مختص في رعاية القدم السكري، حكى لنا عن أهمية هذا التخصص للعناية بالحاج. فكأخصائي قدم سكري أنا مشارك اليوم في التطوع في موسم الحج، بما أن موسم الحج يعتبر من أكبر التجمعات السكرية في العالم، فعندك عدد كبير من مرضى السكر يجتمعون في مكان واحد لأيام محدودة، فبالتالي إصابات القدم السكرية تكون مستويات كبيرة وبعدات كبيرة. فعملنا هو على تدريب المتطوعين حتى يعالجوا مشاكل القدم السكرية ويمنعوا إن شاء الله تطور هذه الحالات إلى مستويات البتر. وهنا استوقفني سؤال، نحن في أيام العيد والجميع يحتفل مع أسرته، فلماذا هم هنا؟ تنقلت بين أعضاء الفريق لأعرف إجابة هذا السؤال. في نوعين من التعب، في التعب اللي ترجع منه خلاص ما ودك تسوي شيء، وفي التعب اللي ترجع منه بطاقة تستغرب تقول كيف أرجع فيه طاقة، تعب هذا تعب جسدي ونفسي وذهني كيف أرجع فيه طاقة. هذا اللي يصنع التطوع، يعني صراحة تقدم خدمة ثم الحاج يدعي لك، هذا شيء يعني يوصف فوق الخيال الصراحة. الفضل الكبير اللي الله أعطانا إياه أن نكون في هذا المكان وفي هذا الزمان وخدام لبيت الله الحرام، هذا أكبر فضل، فبالتالي لا يوجد أي مقابل أنه يساوي المقابل هذا يعني. والله صراحة الكلمات تعجز في وصف مثل هذه اللحظات الجميلة الروحانية، والإنسان دائما يستحضر قول الله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم. وبعد يوم طويل من الرعاية والعناية بالحجيج، ها هم يحملون أمتعتهم ويستعدون للعودة إلى مكان إقامتهم. رغم أن التعب والإجهاد قد أصاب بعضهم، لكن هذا لم يكسر من روح عزيمتهم ولم يمسح ابتسامتهم الجميلة المرتسمة على وجوههم، متناسين بذلك الألم باعثين لنا الأمل. لأخبار الحج أحمد الصادق. شكرا للزميل أحمد الصادق على هذا التقرير المميز، وشكرا لهؤلاء الأبطال. هؤلاء الأبطال فعلا هم تطوعوا في تطوع ليس كأي تطوع، هم تطوعوا لأجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. هؤلاء الشباب والبنات اللي يقومون على جهد كبير جدا هم يشكرون عليه، شكرا لكم من القلب. ومهما قلنا لهم حقيقة من الكثير من الكلمات والكثير من التعبير، والله أنا لا نوفيهم حقهم. شكرا لكم، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم من كل شر ومكروه. مشاهدي الكرام، كانت هذه أبرز الأخبار التي صاحبت الحجاج خلال 24 ساعة الماضية. دعونا نرصد لكم أبرز العناوين في 90 ثانية. لبيك جئنا. وزارة الحج المجهود البدني في المناسك يتطلب تعويضا مستمرا للسوائل. بيئة مكة تكثف أعمالها في العاصمة المقدسة لتوفير الأجواء الصحية الآمنة.
وزارة التجارة تصعيد أكثر من 36 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في ميناء أول أيام عيد الأضحى. وزارة النقل استقبلت مطارات المملكة أكثر من 19 ألف رحلة جوية من 92 ناقلا جويا. النيابة العامة تطور جهاز ترجمان لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج 1445. الدفاع المدني مركبة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي للتأكد من بيانات وترخيص شركات الحجاج. الإحصاء إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 1,833,164 حاجا وحاجة. الهاتف المجاني بوزارة الشؤون الإسلامية يستقبل قرابة 340 ألف مكالمة منذ بدء موسم الحج. ملحمة فرق النظافة تعيد البريق لمشعري عرفات ومزدلفة بعد موسم الحج. وعسكرات الخدمة العامة للكشافة بالمشاعر تغرس العمل التطوعي لدى الشباب. إذن مشاهدي الكرام بنهاية 90 ثانية نكون قد وصلنا وإياكم لختام أخبار الحج لهذا اليوم، على أمل إن شاء الله أن يتجدد اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس التوقيت. عودة إلى الزملاء مجددا في برنامج لبيك، ولكن بعد هذا الفاصل. لبيك يا الله لبيك.